قياس زاويتي مثلث متساوي الساقين هما لنقل 3x زائد 5 و x زائد 16، جد كل قيم x المحتملة. دعونا نفكر بها لنرسم مثلث متساوي الساقين أو مثلثين. إذن هذا مثلث متساوي الساقين هكذا وهكذا. دعوني أرسم 2 حتى نستطيع دراسة كل الاحتمالات هنا، كل الاحتمالات المختلفة. نحن نعلم من معرفتنا عن مثلث متساوي الساقين أن زوايا القاعدة متطابقة. هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية وهذه الزاوية تساوي هذه الزاوية. إذن فما هو قياس الزاوية 3x زائد 5 والزاوية x زائد 16؟ حسنا، هذه الزاوية هنا يمكن أن تكون 3x زائد 5، والرأس هنا بالأصفر، ربما هذه هنا بالأعلى هي x زائد 16. الاحتمالية الأخرى أن هذا يمثل زاويتي القاعدة، وفي هذه الحالة هما متساويتان، ربما هذه تكون 3x زائد 5 وربما هذه هنا x زائد 16. والاحتمالية الأخيرة في الحقيقة نحن لم نستنزف كل الاحتمالات، هي إذا استبدلنا هاتان، أي أن هذه x زائد 16 وهذه 3x زائد 5. لنرسم مثلث آخر، دعوني أرسم مثلث آخر. واضح أن تبديل هاتان الزاويتان سوف يصنع فارق، وذلك لأنهما متساويتان، ونستطيع جعل هذه 3x زائد 5، وهذه لن تغير شيء في الحالتين لأنهما متساويتان. والحالة الأخيرة أن هذه بالأسفل هي x زائد 16 وهذه الزاوية هنا في الأعلى 3x زائد 5، هذه 3x زائد 5. إذن في هذه الحالة إذا كانت زاوية القاعدة هذه 3x زائد 5 فهذه زاوية قاعدة، وبالتالي نعلم أن مجموع هؤلاء 380 درجة، فنحصل على 3x زائد 5 زائد 3x زائد 5 زائد x زائد 16 سوف يساوي 180 درجة. لنجمع الآن، لدينا 3x زائد 3x وهذا يعطينا 6x زائد x ويساوي 7x، ولدينا 5 زائد 5 وهو 10 زائد 16 يساوي 26 زائد 16 يساوي 26، وهذا سوف يساوي 180. بالتالي لنرى 180 ناقص 26، إذا طرحنا 26 من الجانبين نحصل على 180 ناقص 20 وهو 160 ناقص 6 يساوي 154. لدينا 7x يساوي 154، 7x يساوي 154. إذا قسمنا الطرفين على 7 فإن 7 تتكرر 20 مرة في 140 ويبقى لدينا 14، فهي تبدو 22 مرة. إذن x تساوي 22، هل هذا صحيح؟ لنرى، 20 ضرب 7 يساوي 140، و 140 زائد 14 هو 154. إذن x تساوي 22 درجة في أول سيناريو أو أول حل. الآن لنفكر في الحل الثاني هنا. الآن لدينا هذان الرمزان سوف يساويان بعضهما البعض لأنهما زاويتا القاعدة. إذن لدينا 3x زائد 5 يساوي x زائد 16، تستطيع طرح x من طرفي المعادلة، فهذا يصبح 2x زائد 5 يساوي 16. نطرح 5 من طرفي المعادلة ونحصل على 2x يساوي 11، وتستطيع قسمة طرفي المعادلة على 2 ونحصل على أن x تساوي 11 على 2.
وهذا هو السيناريو الثاني. والآن سوف نحل السيناريو الثالث. إذا كانت زاوية القاعدة هذه x زائد 16، فإن زاوية القاعدة هذه سوف تكون x زائد 16 لأنهما متساويتان، ونستطيع عمل نفس الشيء الذي عملناه في السيناريو الأول، فمجموع كل هذه الزوايا سوف يكون 180 درجة. إذن لدينا x زائد 16 زائد x زائد 16 زائد 3x زائد 5، عندما نجمعهم كلهم مع بعضهم نحصل على 180 درجة تساوي 180. لنجمع الآن معاملات x، x زائد x يساوي 2x زائد 3x يساوي 5x، سوف نحصل على 5x، ولدينا 16 زائد 16 ويساوي 32، ونجمع لها 5 فتساوي 37. إذن 5x زائد 37 يساوي 180، يساوي 180. نطرح 37 من طرفي المعادلة ونحصل على 5x تساوي 180 ناقص 30 تساوي 150، فهذه تصبح 143. نقسم طرفي المعادلة على 5 فنحصل على x تساوي 143 على 5. يمكنكم تركها هكذا ككسر غير صحيح، أو يمكنكم كتابتها كعدد كسري أو كيفما شئتم. ولقد انتهينا، فهذه هي قيم x الثلاثة الممكنة، وحسب المعلومات المعطاة لنا في الأعلى.